الطالبة أمنة وسام تيسير جود الحاصلة على معدل 99.7. انضممت للجامعة الإسلامية تخصص وسائل التكنولوجيا ووسائل المتعددة وتطوير الويب. اخترت الجامعة الإسلامية لأنها معروفة بعراقتها وطاقمها المتميز وتدريسها القوي. اخترت هذا التخصص التطور في التكنولوجيا في العالم، وأردت مواكبة هذا التطور من خلال هذا التخصص. أطمح في المستقبل أن أتخرج من الجامعة بمعدل متميز وأن أعمل أفتتح مشروعي الخاص وأبدع في هذا المجال.